مرحبا شباب، معكم مكو، وعندي اليوم لكم لعبة سنايبر إليت 4. طبعا هاي اللعبة نزلت اليوم تاريخ 14 فبراير، وانا اللعبة ما جربتها للحين، فبجربها معاكم بنشوف شنو فيها وشنو الجديد اللي فيها. فقبل لا انا العب، قولوا لي في الكومنتس هل انتم جربتوا اللعبة ولا او شريتوا اللعبة ولا، بما ان توها نازلة اليوم، واللي جربها يكتب رايه في الكومنتس. فخلنا نبدي. شنو احنا الحين يعني في هاي شو اسمه دي السفينة؟ قاعد لازم اصيده بال اها ايبش اقعد. هاي البلوية كذي. Press R3 to use binoculars. Press L1 and select the rifle from... اوكي. اقعد. لا نبي دي احنا. ما عندي مكان اطلق على تحركي. اوكي لازم تطلق على ذي. اقعد. ممتاز. Double kill. بس. سهلين. خلنا ناخذ هالسلاح احتياط. The only way is up. اقعد. شيل عليه. ما هاي اللي ذبحته. حصلنا بندج واحد. قفش احسن شيء دي. تعال 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 تعال. حصلنا برنامج شباب. هوبش اقعد. اخ يا بوش الخريطة شكبر. Kill officers, destroy cameras. يعني يقول لكم اذا طياره جايه لازم انا ابتدي اطلق الرصاص على اساس ان ما يركزون من وين جت الطلقه. اوكي انا ما اشوف احد الحين. وين الكاميرا؟ ما اخاف اطلق عليه اسوي ازعاج. ماري اعطيه ضربه. عطا ولا تفتكر. اوبش يدورون علي. شاف شيء يقول والله ما لا صيدك انت بعد اوديك جهنم ويا رفيجك. شوف رفيجك ماري اوديك جهنم وياه. والله خوش جرافيكس الصراحة. شلون اكسر هاي الكاميرات اللي هني؟ هاي الكاميرا اذا بعد طلقت بيصير صوت ولا تفتكر. خلنا نشوف. اوبش بطيت شتفه حتى الكاميرا نكسرها. مرة اطلق عليه. كوبش ما اتوقع كذي. هولي شيت مان وينه؟ خلاص ماتوا. انا طلقت شم طارقه الحين يا زعم من ساعه ما ابي اسوي ازعاج وفجرت السياره كذي. اي 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 الحين الحين وقت زين الحين وقت زين. اوبش بايل ما صدته يا ودي. بايل قاعد يدورون. انا مي سيرشين. شافني الوسخ. خذ لك في اذنك ابيك تسمع عدل. انت سمعت شيء؟ اسمع عدل حبيبي اسمع عدل. صادوني يا شباب صادوني كله من ذاك. اخ اخ لا صعب الايم صعب الايم. ما توس. بال 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 بال. اوبش انت صاحبك. اوبش سياته هني في شو اسمه الرئه. زين الحين شو اسوي يا شباب؟ مكاني مكشوف. شلون هدئ الاوضاع؟ شيل عليه. هاي الخيمه زينه. خلنا نتم هني شوي. في اثنين هني بس ضروري اني ما اطلق. ان اللي صار من ساعه كان عباره عن غلطه. اقدر اذبحها بس احتاج اني الوقت المناسب مثل ما يقولون عشان ما نسوي ازعاج. اوبش خلنا نشوف يبتي عليه ولا ما يبتي عليه. اقعد. خرعناه احنا نبي نخرع. نبي نخرعه. اوكي شباب نبي نخرعه. شوف 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 جبان جبان شرد. ما دام خرعناه احنا نحتل ذي المكان. بوب 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 بوب. انمي سيرشينج. بال بال جايين الشباب. يا الله انا ايش قاعد اسوي في روحي؟ ما اروح احط لهم تراب. يبي له كذي نعطيهم. ما عليه ما عليه ما عليه. هي غلطه بس انا متعمد اسوي هالغلطه. انا متعمد. اخ وين في قنابل؟ شيء في قنابل. لا ما عليه ما عليه. عطا كذي اللعب حبيبي كذي اللعب. شوفه شوفه شوفه
يعني في قنبله مالتنا. لا 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 هاي مو لعب، هاي مو لعب، هاي مو لعب. طلع راسك، طلع راسك، موت 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 يا اخي موت. وايد سوينا اغلاط شباب، بس كذي الواحد يستانس. هي اللعبه لازم تلعبها بذكاء، بس اذا انت ما فيك ذكاء هني مشكله. اول لازم نروح مني، نروح مني سكيور تشيك بوينت، ننطر الوقت المناسب. متى الوقت المناسب عاد؟ كوبش عطا يا تعدل، ما حد يدري، ما صار شيء. وير ار يو زويجل سلادن بلادر. اوه بعد صارت العفسه، انا ما ارتاح الا بالعفسه. خلهم الحين بيروحون المكان المساعي، بس انا بصيدهم من فوق. هاي التكتيك. اه هذه جاي المكان المساعي. كوبش في الراس، تخليه يحس بالامان وتطلق عليه. ها الاخو، ظلام ظلام، لا ظلام ما تشوف. تعال الحين يمكن يشوفون جثه صاحبهم. لا خلنا نشيله. عاد قطف الحريجه يا اخي. اصبر اصبر، انمي سيرشينج. نبي نبي نقطه. اتعاند اتعاند، ما عليه خلاص، ماني خليه يولي، ما نبي اصلا ما نبي. خايف خايف، هاي نذبحها بالبستل نشيك. وينك وينك وينك، انا مستعجل. وينه وينه وينه، انا بروح انتحاري. ظلام، هيد شوت، نلعب كول اوف ديوتي صرنا. هيد شوت، او بيبي، كذي اللعب حبيبي، كذي اللعب. ما يعرفون في لعبه اسمها كول اوف ديوتي علمتنا شلون كذي اللعب. اعتقد خلاص بنهي الفيديو. اوه لحظه لحظه لحظه، قبل لا انهي، قبل لا انهي، هاي واحد. اوبش ها اوبش، هوز نيكست هوز نيكست هوز نيكست، تعال. خايف، اخ 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 يا وسخ، اذبحكم كلكم حبيبي. خل اشيك عن الملل، بس ابي اسمع صوته. اوبش، فجرت سيارة بالغلط بعد. فعلى المهم شباب، هاي الفيديو كله كان حق لعبة سنايبر اليت 4. صراحة اللعبة عجبتني ووايد حماس. الأجزاء السابقة كانت بعد حلوة حق سنايبر اليت، ما أدري إذا لعبتوها ولا. على المهم اللي لعب اللعبة يكتب لي في الكومنتس رأيه فيها، ولا تنسوا تعملون زر لايك حق هالفيديو، وإذا تبون جزء ثاني اكتبوا بعد في الكومنتس. كان معكم ماكو، شكرا لكم على المتابعة، مع السلامة.